بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام لحلقه جديده من برنامجكم برنامج المسابقات نورت يا رمضان. اليوم هوانا جنوبي وراح نشوف مين اليوم راح يصلي على النبي ويكون كسبان معنا. احنا اليوم في مجمع الجنوب راح نتعرف مين الناس اللي جايين من الجنوب لعمان ومين الناس مروحين من عمان للجنوب. يلا معنا. كل عام بخير وانت بخير والصحة والسلامة. نتعرف عليك. منذر الحوراني. هلا سيد منذر، كيف حالك؟ يلا حيك، الحمد لله رب العالمين. فضل. جاهز لرمضان؟ ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. شو حضرت امورك؟ والله امور طبيعية زي باقي الايام، ولكن اللهم يهل علينا باليمن والبركات ان شاء الله يا رب. يعني رمضان مش ايام طبيعية، بدنا نستثمرها وبدنا نستغلها في طاعة الله. في طاعة الله، نعم، مش في الطعام والشراب فقط. نعم. فالاستعداد بده يكون بدني وجسدي وروحي. نعم اكيد اكيد اكيد. نعم. بدي اسالك سؤال، اذا جاوبت عليه في بتربح معنا جوائز ان شاء الله. أول سؤال، في لك هدية هاي بما أنك أنت يعني بتصلي على النبي بتحبه. اللهم صلي على سيدنا محمد. خلاص، أول ما بتصلي على النبي معنا دائما بتربح هدية من أبو صالح. أبو صالح حبيب الشعب. شخصين. حبيب الشعب أبو صالح. طيب تمام، الآن أسألك سؤال. فضل. وإذا جاوبت عليه بتربح كمان معنا جائزة. إن شاء الله تعالى. سؤالك بيقول، متى بيكون مجموع 7+5، شو بيكون مجموعهم؟ 12. 7+5 12. نعم. طيب لما بيكون 12+3 15. متى بيكون مجموعهم 3؟ واو. متى بيكون مجموعهم 3؟ لما نطرح من 12+9 بصير مجموعهم 3. مجموعهم تقول طرح 3+9 12. طيب انا بدي الإجابة تكون 3. لما بقول 12+3 بيكون 3. 12+3 بيكون 3. نعم. حلل لي. 5. كيف 12+3 × 5؟ اها 12. قربت كثير. والله صعبت علي، غريبة هاي. يلا فكر فيها، فكر عشان نربحك باكج قهوة من الجنيدي بقيمة 50 دينار. والله أنا شايفها صعبة. طيب لما معك ساعة؟ معي الساعة طبعاً. طب لما تكون الساعة 12؟ نعم. شو بصير؟ 12. نعم. زائد ثلاثة. نعم. واحدة. لا عفواً، 3. نعم. إذن متى بتكون الساعة؟ نعم الساعة بعد 12 بصير 3. نعم صحيح. مساء بصير 3 بيكون. نعم. واضح؟ مع ذلك أنت ما جاوبت صح، بس نحن نربحك. الله يرضى عليك. الله يسلمك. قهوة من الجنيدي، ألف مبروك لك. سلم إيديك. كل عام وأنتم بخير والصحة والسلامة. اللهم يهل علينا باليمن والبركات وعلى أمة محمد جميعا بهداية البال وراحة البال يا الله. شكرا لك، الله يعطيك الصحة والعافية. كل عام وأنتم بخير. سلام، يعطيك العافية. كل عام بخير. انت بألف خير. تعرف عليك يا طيب؟ مهند الشميل. سيد مهند، كيف امورك؟ الحمد لله، الله بخير. شو طبيعة شغلك؟ انا مجمع الجنوب اشتغل. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. طيب يا استاذ مهند، احنا برنامجنا اللي بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالرب. اللهم صل وسلم. بتحب النبي انت؟ اللهم صل وسلم. بتصلي عليه دائما؟ اللهم صل وسلم. خلص، بما انك صليت على النبي بتربح معنا هدية من ابو صالح. الف مبروك لك يا مهند. يسلم عليك. ومعنا الان متسابق جديد، نتعرف عليك. محمد القاضي. من مؤتة. محمد القاضي. طالب. طالب طب من مؤتة. اهلا وسهلا فيك محمد. انا دكتور محمد. اهلا فيك. هلا. احنا اليوم اجينا هون ونقل الطب وصلت. طيب كلياتنا يا سيدي. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك يا رب. احنا برنامجنا برنامج مسابقات خفيف لطيف، اللي بيصلي على النبي بالرب عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم. مجرد انك صليت على النبي ربحت معنا. تمام، تفضل وتروح انت وصاحبك. لازم يكون طبيب قريب منك ولا بعيد؟ لا قريب. ما عنده اكثر من فرع، فموجود في كل مكان. طيب ممتاز. سؤالنا لك الآن، أنت في منطقة؟ أنا ساكن في مؤتة. وين؟ بأي منطقة في مؤتة؟ عند مسجد المشهد اللي هو تقريبا موقع معركة مؤتة. ممتاز، موقع معركة مؤتة هناك. كم يعني بدي أسألك سؤال عن المعركة، أحكي لنا عنها وعن الصحابة اللي استشهدوا فيها. في البداية هاي المعركة ما كان الرسول متواجد فيها، كان موجود. لما نحكي الرسول شو بنقول؟ الصلاة والسلام طبعا. بس حبل الجائزة. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ما كان موجود فيها. كان جبريل يشرح له عن المعركة. كان في عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. نعم. كان في طبعا جعفر الطيار اللي فقد استشهد، طبعا فقد يديه تنتين. اللهم صل سيدنا محمد. زيد بن حارثة. هذول الثلاث كانوا قادة. زيد بن حارثة.
زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة تمام وجعفر ممتاز فتبعهم خالد بن الوليد ويعني قاد المسلمين بعد ما استشهدوا هذول القادة رضي الله عنهم. رائع جدا. انت هيك جاوبت على السؤال وكسبت جائزته يا سيدي. يسلم الف مبروك دكتور محمد. الله يبارك فيك. تربح معنا ايضا وجبه لك من مطاعم دار دارك بوفيه مفتوح في رمضان يا سيدي. تروح انت واصدقائك الاطباء. نم 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 نم. الف مبروك لك. رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله وسلم ايديكم. والان ننتقل لمتسابق جديد ونشوف مين راح يكون الرابح الجاي معنا. كيف حالك؟ والله الحمد لله. تعرف عليك علاء عاشور. اخي علاء كيف حالك؟ والله الحمد لله الله يبارك فيك. كيف رمضان معك؟ والله الحمد لله بكون معنا احلى ان شاء الله. رمضان ان شاء الله رمضان دائما معكم احلى. والاردن معكم انتم بالذات احلى احلى واحلى. انتم شرف للوطن. الله يبارك فيك. احنا كثير بنحبكم ونعزكم. الله يبارك فيك يا رب. الله يعطيك العافيه. طيب احنا برنامجنا كثير سهل وعندنا اسئله اللي بتجاوب عليها تربح جوائز ان شاء الله. اول شيء صلي على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. دائما بحب اصلي على النبي لانه هاي بحب دائما احكي كل يوم حوالي بجيز 100 مره كل يوم. وينك تصلي على النبي تربح اول شيء هي هديه. الف مبروك. الله يبارك فيك. سؤالنا بيحكي كم عدد فصول السنه وشو هم؟ هم اربعة. يلا تفضل. صيف وشتاء. ماشي. اللي هو الربيع وشتاء وصيف وايش كمان ضلت واحده اللي قبل الشتاء بيجي. قبل الشتاء بين الصيف وبين الشتاء مربلين يصير ورق الشجر يتساقط وهيك. الشجر يتساقط اللي احنا اللي بنقنسه احنا. ايوه هذا اكثر شيء تغلب فيه. هذا اللي بتغلب فيه احنا لازم تعرفه. والله شهر خريف. يا عيني يا عيني عليك يا سيدي. ربحت من عند الدكتور بركات الجابري علاجات سنيه بقيمه 50 دينار. تفضل. الف مبروك ليلى. الله يبارك فيك. مبسوط؟ الحمد لله. الله يبارك. راضي. كل عام وانت بخير. حبيبنا. الله يفتح عليكم وبارك الله فيكم وكل عام وانت بخير. وانت بألف خير. رمضان كريم. مشاهدي الكرام هيك بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا لهذا اليوم وما تنسوا تصلوا على النبي والكل كسبان بصلاه الحبيب صلى الله عليه وسلم.